فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولهذا كان الإسلام يحافظ على النساء محافظة تامة، خوفا من الافتتان والفاحشة وضياع الأنساب واختلاط الأنساب، فلذلك وضع ضوابط تصون المرأة، منها أن الله شرع لها البقاء في البيت وقرن في بيوتكن، فهي تبقى في بيتها، هذا هو الأصل، وإنما تخرج لحاجتها بضوابط شرعية مأمونة ثم ترجع إلى بيتها. وكذلك نهاها الله عن التبرج، وهو الخروج بالزينة والطيب. قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأمرهن بالحجاب، وهو ستر الجسم عند الرجال بجميعه بما في ذلك الوجه والكفان وجميع الجسم. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية. ونهى صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة وحدها بدون محرم، ونهى عن خلوة المرأة مع الرجل الذي ليس من محارمها. قال: ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ونهى عن اختلاط النساء بالرجال، وشرع أن المرأة تصلي خلف الرجال ولا تختلط بصفوف الرجال، ومع ذلك قال: بيوتهن خير لهن. فالشارع وضع ضوابط لهذه المرأة لئلا تصبح فتنة وشرا على المجتمع إذا أفلتت من هذه الضوابط أو من بعضها. ولهذا حذر صلى الله عليه وسلم من فتنتها في حجة الوداع